أبو بكر صدوقي أحد أولياء الحراجة المفقودين منذ قرابة 10 سنوات من الآن، يناشد السلطات المحلية البحث عن أبنائهم، والذي من المرجح أن تكون السلطات التونسية قد احتجزتهم، غير أن السلطات الجزائرية حسبه عجزت عن تحديد مكان تواجدهم. المزيد مع أنيس بن حلا. السلطات الجزائرية تقربنا من رئيس الجمهورية، تقربنا حتى بالخادم كي كان شاف دي غوفرنمون، تقربنا من البرلمان 400 برلماني، 400 برلماني ما كانت النتيجة. اليوم هذا هنا نحوسوا على ولادنا الغدوة العام الجاي. أعطونا دي تيمونياج كي ولادنا ما عندهم من حبس الفلاني وحبس الفلاني وحبس الفلاني، خاطر ما تونس فيها 32 حبس، بلاد صغيرة كيما تونس فيها 32 حبس. قالوا ولادنا هذوما الصور يكونوا باعوهم من داعش، يبعهم الامريكان غواطالام تولنا، ثم فهمتوا لنا وحنا فركتوا منهم. فها ولدي انا ولد كامل بالعافيه.